كان في الماضي اسمه برج الفاتح، لكن مؤخرا سمي ببرج كورنثيا. أنا متأكد أنك إذا شاهدت هذا البرج أول مرة سوف تقول أنه يوجد في أمريكا أو يوجد في أوروبا. والله ستنصدم، والله ستنصدم، لا تنصدم يا أخي، هذه هي السودان. السودان دولة رائعة، دولة جميلة، دولة فيها مناظر خلابة، فيها الكثير من الجزر، فيها الكثير من الأشياء الجميلة. في هذه القناة سوف أعرف السودان نقطة بنقطة، مدينة بمدينة إن شاء الله. بدعمكم سوف أستمر. فإذا كان الإعلام السوداني نائم نوعا ما، فأنا سأكون البديل للإعلام السوداني إن شاء الله. المهم أحبابي، فضلا وإكراما لمجهوداتي، أتمنى أن تعملوا لايك لهذا الفيديو وتعليق تحفيزي. وإذا كنت أول مرة تشاهد قناة أبو سمكة فمرحبا بك في العائلة، سأكون فرحا، والله سأكون فرحا بانضمامك إلينا، ولن تندم إن شاء الله. هذا الفندق من 5 نجوم، يقع في مدينة الخرطوم عاصمة السودان، يقع بالضبط عند التقاء فرعي النيل الأبيض والنيل الأزرق. فالفندق أحبابي افتتح عام 2008 تحت اسم برج الفاتح، وتم تغيير الاسم لاحقا الى كورنثيا الخرطوم. يتألف هذا الفندق احبابي من 18 طابقا، وبه 173 غرفة و57 جناح، كلها تطل على النيل، وبه 6 مطاعم ومقاهي، اضافة الى نادي رياضي ونادي صحي يعني وملعب للتنس. قالوا عنه ان تم بناؤه وتجهيزه بتمويل من قبل الحكومة الليبية بقيمة إجمالية بلغت 130 مليون يورو. فحسب ما يقال على هذا الفندق فإنه هدية من الحكومة الليبية إلى الحكومة السودانية. إذن أصدقائي صديقاتي، هنا سيكون نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن لا أكون ثقيلا على قلوبكم، وأتمنى أيضا أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. شكرا لكم كثيرا، لا تنسوا لايك لهذا الفيديو فضلا وليس أمرا. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة فمرحبا بك في عائلة سمكة، اشترك في القناة وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وأيضا اعمل لي تعليق تحفيزي، والله محتاج تعليقاتكم التحفيزية. شكرا لكم، دمتم بخير أحبابي.